بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله.